أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء أشهد أن لا ولي الحميد المفعال لما يريد الذي تفرد بكل كمال وجلال وجمال فهو الغني الحميد وتوحد بالألوهية والربوبية
فلا ضد له في ذلك ولا نديد. وأشهد أن لا إله إلا الله في عظمته وكبريائه وأوصاف التمجيد ذو الإكرام الذي ملأت مهابته ومحبته صفوة العبيد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي هدى أمته إلى كل فعل جميل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميعاد. أما بعد أيها المسلمون، يقول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها المسلمون، إنها سورة الفاتحة، إنها سورة مباركة، إن لها شأن عظيم وقدر رفيع، إذ هي أعظم سورة سور القرآن شأنا، وأفضلها قدرا، وأرفعها مكانة، وليس في القرآن سورة أعظم منها، ولهذا تسمى أم القرآن وأم الكتاب، والأم هي التي ترجع إليها الشيء. وسورة الفاتحة ترجع إليها معاني القرآن كلها، ولهذا أوجب الله قراءتها في كل ركعة من الصلوات. أيها المسلمون، إن هذه السورة اشتملت على جميع مقاصد الكتب المنزلة على وجه الاختصار، فالله سبحانه وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لدعاء الخلق إلى معرفته وتوحيده وإلى عبادته ومحبته والقرب منه والإنابة إليه، فهذا هو مقصود الرسالة ولبها وقطب رهابها الذي تدور إليه، وما وراء ذلك فإنها مكملات ومتممات ولواحق، فكل أحد مفتقر إلى معرفة ذلك، إلى معرفة ذلك علما والإتيان به عملا، فلا سعادة للعبد ولا فلاح ولا نجاح بدون هذين المقصدين. فسورة الفاتحة مشتملة على هذا، لأنها تضمنت التعريف بالرب سبحانه بثلاثة أسماء ترجع سائر الأسماء إليها، وهي الله الرب الرحمن. أيها المسلمون، ولما كان مقام التوحيد أعظم المقامات، كانت آياته أعظم الآيات، وصوره أفضل الصور، وآي القرآن وصوره متفاضلة باعتبار ألفاظه ومعانيه لا باعتبار من تكلم به، فإنه سبحانه واحد. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه فضل من السور سورة الفاتحة، ومن الآيات آية الكرسي. قال ابن القيم رحمه الله: ومعلوم أن كلامه سبحانه وتعالى الذي يثني به على نفسه ويذكر فيه أوصافه وتوحيده أفضل من كلامه الذي يضم به أعداءه ويذكر أوصافهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا
وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. العظيم الكبير المتعال ذي العظمة والكبرياء والجلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بصفات الكمال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، ولعظم مقام هذه السورة المباركة جاءت في السنة ذكر فضائلها وأنها أفضل سورة في كتاب الله، فقد أخرج الإمام البخاري بسنده عن أبي سعيد بن معلى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن نخرج من المسجد. فأخذ بيده، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وأخرج الترمذي بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيت، وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وأخرج الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: بينما جبريل قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع صوتا أو إذ سمع نقيضا من فوقه فرفع بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. قال: فنزل منه ملك لم ينزل قط إلا اليوم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ حرفا منها إلا أوتيته. أخرجه مسلم. أيها المسلمون، وقد أطلق الله سبحانه وتعالى اسم الصلاة على هذه السورة المباركة، ويدل وهذا يدل على عظمها وعظم شأنها. فقد أخرج الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي.
أو قال مرة فوض إلي عبدي. وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أيها المسلمون، وأن الصلاة بغيرها لم تقبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأنها رقية، فإذا قرئ بها على المريض شفي بإذن الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري عندما قرأها على الذي فبرئ، قال: وما يدريك أنها رقية. متفق عليه. قال ابن القيم رحمه الله: وقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأنه لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره. ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى بها تأثيرا عجيبا في الشفاء. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وارزقه بطانة صالحة التي تدله على الخير وتدله عليه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اسقنا ماء مباركا، اللهم اسقنا ماء مباركا، اللهم اسقنا ماء مباركا، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أيها المسلمين، مجزورا الله سبحانه وتعالى إذا بمنتابا هدوه من أبايا سنانا دي كان قرآن نمكتي فلل القرآن قيمة تاشي درت تاشي ديوان كرن تاشي تشيوا واندبايا كرن تاشي غائر النركون عذاب الله سبحانه وتعالى يتانا دم تن أنا الدنيا. Wannan duka mun yi bayani, muka zo muka yi bayanin Al-Qur'ani zance ne na Allah. Ubangiji subhanahu wata'ala ya bayani da Qur'ani, mun samu kusan hudu babi muna wannan bayani. To yanzu za mu kutsa cikin Qur'ani, mu takulo wasu abubuwa wanda Allah subhanahu wata'ala ya sirranta su a cikin wannan Al-Qur'ani. Muhara da suratul Fatiha, saboda ita ce farkon sura. An saya mata suratul Fatiha saboda ita ce ake bude Qur'ani da ita. Ita ce farkon sura a cikin Qur'ani, kuma ita ce surar da ta tattaro dukkan abin da Al-Qur'ani ya tattaro. Qur'ani ya tattaro tauhidi, ya tattaro kissoshi, ya tattaro azaba da wuta da sauransu. To suratul Fatiha duka ta tattaro wannan. Suratul Fatiha sura ce mai tsananin girma, sura ce mai tsananin girma wajen Ubangiji subhanahu wataala. Tana da kima, tana da daraja. Dukkan cikin surorin Qur'ani, kusan sura 100 da wani abu, babu sura da ta kai suratul Fatiha daraja. Kuma wannan sura kowa ya iya ta, yaro da babba. Wannan sura ya ku ƴan uwa musulmi, Ubangiji subhanahu wataala ya sanya mata suna Ummul Qur'an, uwal littahi, uwar Qur'ani gaba daya. An ambaci uwa saboda gare ta ake koba, ita ce tusha abu, ko ba haka bane? Ita uwa ita ce tusha abu, dan haka aka sanya ma suratul Fatiha tushen Qur'ani, kamar ta kunso dukkan abin da Qur'ani ya kunso ita wannan sura. Dan haka Allah subhanahu wataala ya tilasta ma kowa sai ya karanta ta a cikin kowace raka'a, cikin kowace sallah. Kuma misali, ba za ka in za ka raka'a 1000 a kowace raka'a sai ka karanta suratul Fatiha, har in kana son wannan raka'a ta yi. In baka karanta suratul Fatiha a cikin wannan raka'a ba ta yi ba, ita wannan raka'a ita kadai ba ta yi ba. Mun gane? To wannan ke nuna mu cewa suratul Fatiha tana da muhimmanci. Suratul Fatiha ta kumso dukkan abin da littattafan da suka gabata, At-Tawra da Injila da Zabura da sauransu, duka suratul Fatiha ta kumso. Kai dukkan abin da manzanni suka zo da shi tun daga Annabi Nuhu alaihi salam
هيا زوا منزو صلى الله عليه وسلم دوار منزو دك سن دق أبن ده زوا ده شيتو سورة الفاتحة تقوم سوء أتكي كما يدزامي بياني إن شاء الله تعالى سورة الفاتحة منزلني الله سبحانه وتعالى بأيكو ستكي متاني با dan su zo su nuna wani abu sun zo ne cikin mutane dan su karantar da al'umma ubangijinsu dan su sanar da al'umma wane ne Allah waye ubangiji su sanar da al'umma su sanar da bayan Allah ubangijinsu subhanahu wataala domin bayan Allah su so Allah domin bayan Allah su roki Allah domin bayan Allah su yi kusanci da Allah subhanahu wataala wannan shine dalilin manzanci duk wani manzo da Allah subhanahu wataala ya aiko to ya aiko shi ne dan ya karanta da tauhidi wama arsal walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ubangiji ya ce ani ibudullah wajtanibu at-tagut Allah ya ce walaqad ba'athna haqiqa mun aiko fi kulli ummatin a cikin kowace al'umma rasulan manzo wannan manzo in yazo me yake cewa abin da yake cewa ani ibudullah ku bauta ma Allah shi kadai wajtanibu at-tagut wannan shine wazifan manzanni gaba daya dukkan manzannin da muka sani a cikin duniya babu manzon da yazo yayi wata da'awa banda wannan da'awa manzonmu sallallahu alaihi wasallam sai da ya shekara 13 a makka yana kira akan la ilaha illallah kadai wannan ke nuna mu kimar tauhidi da muhimmancin shi da yadda ya kamata kowa ya kamata ya san shi dan haka wannan shine abinda manzanni sai karantar da shi dukkan manzanni gaba daya saboda haka duk abinda zai biyo baya na addini to wannan cuko ne amma asalin addinin da kima addinin shine tauhidi wannan abinda ya jawo musulmi yanzu ba san muhimmancin addini ba ba san muhimmancin taimako ba ba san muhimmancin junan su ba musulmi da musulmi suna cin junan su saboda ni saboda rashin sanin muhimmancin tauhidi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya girka tauhidi a cikin zukatan sahabbai sannan aka fara karantar da su sallah kai kuma yanzu kayan ka san tauhidin kake yin sallah kayan ka san tauhidin kake yin zakka kayan ka san tauhidin kake zuwa haji dukkan wannan ayyukan gaba ɗaya kayan ka san tauhidin kake yin su saboda haka baka dauka su da kima baka dauka su daraja baka dauka su da mutunci baka dauka su da daraja sai ka yi masa rukun sakainin kashi saboda dibi kake musulunci ai mu mune musulunci tunda cikin musulunci aka haihu mu uwaye na da kakanni na da kakannin kakanni na ma duk musulmi ne ai ba daga nan take ba ai ba daga nan take ba in ma uwayenka gaba ɗaya kahire ne kai ka zama musulmi sai Allah ya saka aljanna ba matsala bane wannan duk ba matsala bane Allah subhanahu wataala bai ganin kai uwayenka musulmi ne ko ba musulmi bane abinda ake kallo kai kaka ka bauta ma Allah subhanahu kowa kabarin shi da bai yake ko akwai wanda ake tona a zashi kusa da baban shi babu wannan dai in ka je lahira ma kowa ta kashe ki ubangiji subhanahu wataala ya nuna mu a ranar lahira kowa ta kashe ki Allah subhanahu wataala ce yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi Allah ya ce li kulli mar'in minhu yauma idhin sha'nu yughni kowa ta kashe ki a ranan babu mata babu miji babu uwa babu da babu kowa da kowa kowa ta kashe ki ba wanda ya san wani saboda haka wanda ma ka sani a nan duniya guzan shi kake a lahira wannan ke nuna mu cewa a nan duniya ya kamata ka san menene kake dan saboda haka ya ku yan uwa musulmi babu wani tsira wallahi babu tsira babu wata daraja babu wata kima ga dukkan mutumin da bai san ubangiji ba amma a garin nan a cikin gidan radio amfani za ka jin malami ya tashi yana cewa dole sai an san tauhidi dole sai an san Allah dole sai an san Allah kai dai kawai ka san Allah ka san wane ne ka san Allah da shi halittaka ya isa ni da kunni na naji wannan wai ba dole sai an san Allah ba wai jahilci ka yarda jahilci amma baka taba ganin jahilci ko ka taba rike shi gano waye taba rike ma jahilci yace gashi gano wani ya sake kawo wani misali yace wai hankali kowa ya yarda akwai hankali amma hankali ka taba rike hankali gano ko kuma aka bude jikinka an taba ganin inda hankali yake kenan tunda ka yarda da hankali shi ma Allah haka ne yake dole ka yarda da shi ko baka san shi to ubangiji subhanahu wataala shi yace mu san shi kuma dole ka san shi kuma dukkan manzannin da ya aiko su ne dan su karantar da al'umma sanin shi kamar yadda zamu yi bayani a cikin wannan sura akwai sanin Allah ubangiji subhanahu wataala ya gai siffofin shi ya gai siffofi nashi idan ga ya gai siffofin shi ya nuna cewa a san kowa ne shi
wannan kuma duk lokacin da ka san abu kahi bashi kima kahi bashi daraja kahi daraja shi kahi kimanta shi idan ka san darajar shi mun gane ko to wannan ita ce suratul fatiha ya ku yan uwa musulmi saboda girman tauhidi Allah subhanahu wataala ya fifita maganganun shi alqur'ani gaba daya magana Allah ce a cikin alqur'ani akwai tauhidi a cikin alqur'ani akwai kissoshi a cikin alqur'ani akwai bayanin wasu kahirai ko wasu mushrikai ko wasu yahudawa ko wani abu makamanci haka ko ba haka bane amma da zancen da Allah subhanahu wataala yake ba da labari akan wani ba yahudi ko wani ba mushriki da kuma zancen da yake gayin sufofin shi wani zance yayi daraja ciki inda yake gayin zancen shi yanzu misali da suratul tabbata da abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab wannan sura Allah subhanahu wataala ya sabkar da ita ne akan wani mutum da ake cewa Abu Lahab wannan mutum dan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab tsinuwa ta tabbata gare shi haka Allah yake cewa tabbat yada abi lahabin wa tab tsinuwa da asara da bala'i su tabbata da abi lahab wa tab kuma Allah yace ya karba addai shi ya addai kuma shi ya karba kaga addai ci garanti karbabba Allah yace tabbat yada abi lahabin wa tab sai yace ma aghna anhu malu wa ma kasab dukiya Abu Lahab da abin da ya tara ba su wadatar da shi komai ba kaga dukiya ba ta wadatar da kai komai wallahi ka taimaka ma al'umma in kana son dukiya ka taimake ka a ranar lahira Allah yace ma aghna anhu malu wa ma kasab sai sulana ran zata lahab wa imra'atu hammalatal hatab zuwa karshen sura kaga nan bayani ne ake akan wani katan kahiri to ka dauki suratul ikhlas qul huwallahu ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وتن سوره الاخلاص من ذا الله السلام يجي انها صفه الرحمن صفه الله وان صحابي ne duk lokacin da yayi sallah in yayi fatiha ya karanta sura sai ya ƙara suratul ikhlas misali in ya karanta fatiha ya jawo misali قل هو ابن قل يا ايها الكافرون سي يقرا ده سوره الاخلاص شي كلن سي هكذا كوتا ركعه haka zo aka kawo shi wajen manzo sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace dan mi kake aikata haka sai yace wallahi inni uhibbuha ni ina san ta li annaha sifatu rahman shine manzo Allah yace al mar'u ma man ahabba mutum yana tare da wanda ke so wanda kake so kana tare da shi a lahira wannan mutum yana son Allah manzo Allah ya tabbatar da shi cewa sifatur rahman ce to kaka zaka gamanta zaka danganta waccan sura suratul ikhlas da kuma surat al-masad surat tabbatida kaga daraja su ba daya bace ko ba haka bane ita waccan sifatur rahman ce ita kuma wannan siffa ce aka kamanta ta wal kahiri dan haka azancan Allah ma akwai wani zance yahi wani daraja mun gane saboda ma'anar zancan ba saboda wanda yayi magana wanda yayi magana guda ne Allah shi kadai ne shine yayi magana shi yayi magana tabbata da shi yayi maganar qul huwallahu ahad amma kuma tare da haka nan waccan ta qul huwallahu ahad tayi daraja saboda haka anan suratul fatiha ubangiji subhanahu wataala ya kimanta ta yi daraja ta ya nuna mamu cewa ita ce babbar sura ya ku yan uwa musulmi saboda kimanta darajar ta hadisai da dama suka zo akan falalar wannan sura daga cikin wannan falalar wannan sura hadisi ya tabbata daga litai imam al-bukhari wanda abi sa'id ibn mu'alla al-ansari al-qadi al-madina wannan mutunan yazo yana cikin masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hannun shi yake cewa zan koya maka wata sura wadda wannan sura ta yi kowace sura daraja a cikin alqur'ani har sai da suka kusa hita sai ya tuna manzo Allah ya yi zata manzo Allah ya mace sai manzo Allah ya ce na'am alhamdulillahi rabbil alamin wannan ita ce suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin yace innaha a'zamu suratin fil qur'an ita ce babbar sura a cikin alqur'ani ta yi kowace kima daraja kai ita ce qur'anin gaba daya ce wal qur'anil azim innaha sab'ul masani wal qur'anil azim mun gane ko haka zalika hadisi ya tabbata wanda imam at-tirmidhi ya rawaito shi daga abu huraira yarda Allah tabbata gare shi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah bai taba sabkar da wata sura ba a cikin at-taura ko injila ko zabura kai hatta qur'anin Allah subhanahu wa ta'ala bai taba sabkar da wata sura ba irin ta kamar suratul fatiha babu wata sura ta kaita
dan haka wani hadisi ya tabbata cikin litan Imam Muslim wanda malaika Jibril yazo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam zanna yana kawo mai ziyara wani lokaci ya kawo mai ziyara su zanna su jira yazo wajen manzo Allah yayi zanne yana nan zanne sai suka ji wata ƙara sai malaika Jibril ya daga kanshi sama sai ya ce manzo Allah sallallahu wata kofa ce aka bude sama ba a taba bude ta ba tunda ake sai yau kuma wani malaika ne ya sabko yanzu san saman doren kasa bai taba sabka ba tunda ake sai yau sai ga malaikan ya zo wajen manzo Allah sai sallama yau manzo Allah sallama sai ya ce manzo Allah sallam ina maka bishara da haske guda biyu ina maka bishara da haske guda biyu ba a taba ba kowa su ba tunda ake a duniya sai kai tunda wani annabi da aka taba yi annaba ba a taba ba wani annabi ba sai kai ita ce Fatihatul Kitab suratul Fatiha wanda muke karanta da kuma Khawatim suratul Baqara karshen suratul Baqara aminar rasul zuwa karshe wannan malaika yace baka za ka taba karanta harafi daga cikin wannan sura ba wannan ayoyin bace sai Allah subhanahu wa ta'ala ya baka abin da kake nema a ciki dan saboda haka ya ku yan uwa musulmi zamu yi bayani insha Allah ta'ala ma'anonin wannan sura mu bi ta kalma kalma mu taƙalo bayanin da idan mu san cewa wannan bayanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi ya tabbata cewa suratul Fatiha manzo Allah ko kuma Allah subhanahu wata'ala ya ambace ta ma sallah ce rukudugum sallah ce wanda sallah da muke karanta Allah da kanshi ya ambace suratul Fatiha sallah hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Muslim ya ruwaito shi wanda Allah subhanahu wata'ala da kanshi yake cewa na raba sallah tsakanina da bawana wanda sallah wadda muke Ubangiji subhanahu wata'ala ya raba ta tsakanin shi da bawan shi rabi nashi rabi kuma na bawa idan muka kalli suratul Fatiha ita kadai tazo da wannan rabi tun daga farkon sura har zuwa aya 4 duka na Allah ne da kuma aya ta 4 ta 5 har zuwa aya ta 7 kuma naka ne kai bawa to suratul Fatiha ke da wannan Ubangiji subhanahu wata'ala yace qasamtu salata baini wa baina abdi sufain na raba sallah tsakanina da bawa na kishi biyu na farko yace idan bawa na yace alhamdulillahi rabbil alamin kadi ba gandi lokacin da kake sallah magana ce kake da Allah magana ce kake da Allah ganawa ce kake ga Allah amma sai ka zo kai sallar ka baka komi ba sai ka zo kai sallar ka tashi wayam ko ba haka bane duk sallolin da muke tuba ji muke mun tashi wayam ba ba wani imanin da ya karu Ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa innas salata tanha anil fahsha'i wal munkar salla tana hana al fasha amma kana ƙari sallar kai wani ma yake zuwa masallaci dai ya sata wani masallaci yake zuwa kuma ai sallar da shi dai ya sata ina sallah take ina sallah take ya kuɗin wa musulmi sallah tana hana komi ta hana ka zina ta hana ka sata ta hana ka shan giya ta hana ka cin namun mutane ta hana ka komi duk wani alfasha da wani munkar wallahi tallahi sallah tana hana amma mu sallan ba ta hana mu koyi ba kuma mu yi sallah asuba mu yi azhar mu yi asr mu yi har mu gama da nafila amma kuma karshe wayam to wannan sallar ka saurara ka je yadda Allah subhanahu wataala ki gai yake cewa ya raba sallah tsakanin shi da bawa shi biyu idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah subhanahu wataala yace hamadani abdi bawa na ya gode mani ni'imar da na mashi Allah yana jin dadi da cewa ka gode mashi ni'imar har ya baka ikon ka tashi kai sallah wani yana can kwance ba yin sallah ko ba haka bane kai ya baka iko ka tashi kai sallah da kace alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah yace hamadani abdi Allah yana jin dadi bawa na ya gode mani idan bawa yace arrahmanir rahim sai ubangiji shi kuma yace asna alayya abdi bawa na yaye bini Allah yana jin dadi idan bawa yace maliki yawmiddin sai Allah yace majjadani abdi bawa na ya girmama ni ya daukaka ni ya daratta ni kaji wa yadda kake magana da Allah amma in kazo wani sallah wani ba yazo gaugawa ki alhamdulillahi rabbil alamin arhamanir rahim gaugawa babu wani tadabburi babu wani komi cikin sallah
shi da kanshi yayi bin san kai kahin kace alhamdulillahi rabbil alamin ya gabata ka ba Allah dama shi mai yayi wannan bayani to kaga me gaba daya karin hudi ya ku yan uwa musulmi wallahi addini addini dadi gare ilimi sauki gare ilimi dadi gare mu tashi mu karatu mu san mene addini yanzu ku diba suratul fatiha da iznin Allah mu zo mu yi bayani abin da take tici suratul fatiha insha Allah ta'ala ɗaya bayan ɗaya abin da muka karanta daidai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya himan duk da yake ba mu kare bayanin ba na ita sura ko lokaci to sai mu tsaya nan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace